لان مشاهدي ومتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد. وهذه المره كيتعلق ببلاغ صادر عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف بمدينه طنجه، بحيث ينهي الوكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف بمدينه طنجه انه على اثر تقديم شكايتين بشان تعرض 6 قاصرات لهتك العرض واستنادا الى الابحاث والتحريات المنجزه من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بطنجه، تم تقديم المشتبه فيه امام هذه النيابه العامه بتاريخ 19 شتنبر 2020، حيث تقرر تقديم مطالبه باجراء تحقيق للاشتباه في ارتكابه جناية هتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة بالعنف، وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة نتج عنه افتضاد من طرف موظف ديني طبقا للفصول 485 فقرة 2 و487 و488 من القانون الجنائي. وقد قرر السيد قاضي التحقيق بهذه المحكمة إيداعه بالسجن المحلي بطنجة. ونعيد قراءة البلاغ مرة أخرى، حيث ينهي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه على إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض 6 قاصرات لهتك العرض واستنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للطلبة بإجراء تحقيق عنه افتضاد من طرف موظف ديني طبقا للفصول 485 فقرة 2 و487 و488 من القانون الجنائي. وقد قرر السيد قاضي التحقيق بهذه المحكمة إيداعه السجن المحلي بطنجة. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.